السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حبوب اصحاب، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. 400 نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرزقكم الصحه والسلامه واي حاجه زوينه كتمنوها في خاطركم. المهم اخوتي، يلا دابا الوداع، ديتها للطبيب هنا في مكناس، حيدت الغراز من فمها على حسب ديك العمليه اللي كانت دارت. وهذا الصباح اخوتي اختي نوال ان شاء الله باذن الله غادي تولد وعندها العمليه، وجينا دابا نيت الوداع حيدت الغراز وهذا، وغادي نمشيو دابا ان شاء الله للطبيب. والطبيب عطاها الكلينيك فين كانت تحت وفاء دوك اليامات الا كنتو عقلتو. ودابا راه حنا غادي ان شاء الله باذن الله، والوالده حتى هي راه كاينه لور الوالده. نعم ايوا، الخلعه ديال الغراز مع الخلعه ديال النوال. السلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي، تحيه لكم كاملين. دابا الوداع غاغوتي شويه مش هضره، ما جبتش الكاميرا والميكرو ما كاينش. الله يسهل اموركم، والله على درجتكم، والله يفرح كل وليه باش تتمنى داكشي اللي في خاطرها، ومبروك عواشكم، تعيدوا تعاودوا باش تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسعاده والهنا وراحه البال. اي والله يفكوا حيل كل وليه، والله يفرح كل محرومه يا ربي، اللي محرومه من الدور يا ربي يرزقها بالدريه الصالحه. امين. اي وان شاء الله ادعيوا مع ناولتك على خير وبخير على بنتي ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. امين. صباح الكريم، عطيني نحيد الغراز. ومعنا السي حمزه، خلاص هو شاد لنا الكاميرا. راه حيد لي الغراز خلاص، قال لي السي حمزه اخويا. ايه شنو اخويا، مخلوع على اختك شويه ولا؟ ايه ضروري عادي. ضروري عادي. عادي. عندي بعدا الواد مشيت تفطر، حيت مازال ما عاد جايبه. اختي مازال ما يلاه عاد هابطه. عاد جايبينها التراج لها. وان شاء الله غادي نتلاقاوهم في الطبيب ونجلسوا معاهم تما ان شاء الله، تنشوفوا الامور كيفاش دازت. وانتم معنا اخوتي، و الفيديو راه تكونوا شفتوا نتوما، راه تكون شكات ان شاء الله باذن الله يا ربي. جو خوتي الواد هاد القهوه هذه كتعيط لها بدون تدخين. دابا انا تنقول ويلك بين جوج التدخين، حنا عارفين هي خلاص هاد القهوه عزيز عليها، كتعجبها كيعجبها تفطر هنايا. ودابا جيت وجلست هنايا ما تنجلسش، كنجي كندي غير حلوه ولا وكنمشي. هاد النهار جلست مع الوالده هنايا، عرفتي شحال من بلاصه كان مكتوب فيها ممنوع التدخين. راه وحده جون كامل. ممنوع التدخين فين ما مشيتي. الواد ما كتقولش ممنوع بدون تدخين. بدون تدخين. لا زوينة تتعجبني، وفيها لا تدخين لا ريحة ديالها لا والو الصراحة، لا نقية. كيجيو لها الناس بزاف عامرة، راه طلعنا حنا من فوق من تحت عامرة. ما عرفتش شنو السمية ديالها كاع. هذه هي الحلوة اللي كتعجب الوالدة، حتى حنا كتعجبنا الصراحة زوينة. النهار تيسربوا غير البنات ما كاينش الدراري. أحسن. لا لو تبغى تضربني لا تنضرب. اخلتينا هذه هذا الصباح، هذا اخلتينا هذه. صباح الخير عليكم المشاهدين، كديرين لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. وتحيه للمتابعين قناه البهجه. وكما كتشوفوا هذا الصباح هذا، حنا جينا بكرينا وان شاء الله غادي تولد، الله يفكو حيلها على خير. امين. والله يرزق كل محرومه يا ربي بالذريه الصالحه ان شاء الله، وكل واحد اللي كيتمنى في حياته الله يجعل ربي يحققوا له. ودعواتكم معنا وان شاء الله الفكاكه على خير، واللي تمنى شي حاجه الله يجعل ربي يحققها له. وانتم معنا ان شاء الله تتفكنا، ولا غيشارك معكم اي فوش ان شاء الله. والحباب ديالنا دابا يلاه عاد جيت عند وفاء باش نديها تمشي تطلع لها. بابا السلام عليكم متابعين ديالنا، لاباس عليكم، تتكون في احسن الاحوال ان شاء الله رب العالمين. تما كتشاهد الفيديو صراحه اليوم فرحانين بزاف، قبل اي وحده مسكينه اللي حامله ربي يفك على خير يا ربي امين. وتحياتي لكم، وحنا فرحانين بزاف صراحه الله، ودابا متشوقه باش نشوف بنيته ديالها ولا وليد ديالها ان شاء الله. دابا ان شاء الله باش ما نتعطلوش ان شاء الله يا ربي. نمشيو دابا ان شاء الله عند نوال. جبتي الورد ضروري اختي نوال مسكينه، كما كتشوفوا الانسان باش يكون مريض ضروري باش يشوف الورد، راه سي كيفرح. دابا فاش جيتي هنا شنو تفكرتي؟ تفكرت الغراز. كطلبتي انا خوتي فين فتحت لي تي انا في الكلينيك ديال بنو رشد انا في مدينه مكناس، فين صراحه داس لي ولاني اللهم لك الحمد الحمد لله، رجعوا لي جعلنا بخير تسدونا بيا ربي امين. ودابا كما كتشوف دابا حنا ما تفكرش، حتى دابا حنا جايين نشوف اختي نوال. راه هذا السلطان زوين، وجايبه لها الوريضات ان شاء الله ليها والزين اللي زادت ان شاء الله. ودابا انتم ما شاء الله معنا اخوتي، غنمشي نطلع لاختي نوال نشوفوا كيف بقات ونشوفوا الزياده شنو كاين ان شاء الله. وتحياتي لكم، هانتوما معنا خوتي. راه وصلتنا التصويره ديال الزياده بعد. وصلتك؟ بوكوصه. بوكوصه بنيته؟ بوكوصه بنيته. راضي. للي للي، هانتوما جايبه بعد، راه جايبه فانتا في البيض. ما عرفتش انا شنو كان، واش وليد ولا بنيته، جايبه بيض. بيض. لا كانت بنيته راه بيض، كانت بنيته راه بيض.
يلا مشيت له دابا على اختينا ما شاء الله. ومن هنا كنقول لها على سلامتك اختي، على سلامتك اختي، والله يفكو الله يفك حالنا. ومازال كنقول الله يفك الحال، الحمد لله على سلامتك، والله تكبر في عزك ان شاء الله يا ربي امين، تكون الدريه صالحه. والعقبه قال البنات ان شاء الله نفسك اللي ما عندهمش الدريه صالحه يا ربي يرزقهم الدريه صالحه، واللي حامله يا ربي يفكها على خير. ودابا حنا نشوف قني الله اي بلشي نشوف بنيتها كيفاش دايره. وشكرا لكم اخوتي، شكرا على التعليق ديالكم، وخليكم معنا. صباح الخير عليكم الهواب والصحاب ديالنا، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله ربي العالمين. هذا النهار الثاني من بعد الولاده ديال اختي، ودابا ان شاء الله غادي نمشي عند خالتي ناديه على حساب قالت لي موجوده شي حاجه، غادي نمشي عندها ان شاء الله باش غادي نشوفوا شنو موجوده باش دير اختي نوال. وفي نفس الوقت بغيت نقول لكم على حساب وفاء، وفاء ما كايناش معايا، تسولوا عليها تقول لي فين كاينه وفاء. وفاء راه كاينه مع الام ديالها حاليا، بيت بات معاها حيت الوالده ديالي بات مع اختي في الكلينيك، ووفاء فاش ما كتكونش الوالده كيجيها القنط. قالت لي نبات مع الوالده ديالي، قلت لها ماشي مشكل. دابا ان شاء الله هاد الصباح غنمشي عند خالتي ناديه وتتبعوا معنا وتشوفوا معنا كل شيء، ونخلي معكم السي حمزه. السلام عليكم متابعين قناه البجا، كي دايرين لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ايوا دابا انا صبحت خال البارح، كنت خال البارح عمو خال. دابا نسولوا السي حمزه شنو هو الاحساس ديالك بانك عمو خال؟ احساس زوين يعني راك عارف. تبقى تهز معاهم ثاني زيد نسي لك كام نسكا اسكت لامكم الهضره، تبقى تزيد معاك الهضره، تبقى تزيد مع خالك الهضره. تصراو عندكم الدراري هذو، تصراو عندكم الدراري، ما بقاوش كيحترموني. يلا دابا ان شاء الله اخوتي غادي تجيو معنا ان شاء الله، وتنحبوكم وكنموت عليكم يا حلال. ها؟ البنيجه مازال ما شفتهاش. مع حمزه البارح رجع للدار صافي عياه، وهذا كاع كرجع بحال جينا للدار. دابا ان شاء الله الصباح غاتمشيو معنا. وسي حمزه تاوي شوف البنيته، البنيته غزاله تبارك الله، الله يسخر الاختي فيها ان شاء الله. ويلا معنا وكنحبكم وكنموت عليكم يا اهل العائله بجويه. وعاد وصلت عند خالتي ناديه. خالتيني واجده انت ماشي لي واجده. انا ملي كنصور مع وفاء كنكون بحال هكا، كتكون قدي قدا بالضبط. دابا كنصور مع ناديه فهمتي. انت سيدي غادي نديرها باش نعلى الكاميرا. جاتك دابا في شكل تصور معايا. قلتي لي تلقاك واجده انت، لقيتيني واجده ناديه. شنو درتي لنا في الاخر؟ كما عرفت المشاهدين ناديه انا ورات ناديره تفكات قلت على راسي انا ورات كحل شويه الكاميرا اللي على وجهي. لا بعيده راك بعيده، لا راك بعيده، لا الكاميرا لوجهنا بعيده كنصور بهذا كيبعاد. ايوا قلت لكم انا ولات فكات على خير الحمد لله يا ربي، الله يفك كل وحده حامله والله يجعل كل وحده يعطيها الدريه الصالحه ان شاء الله. ايوا قلنا نفرحوها ونديروا لها بورماش، راكم عارفين النفيسه بلا رفيسه ما كاين نفيسه، ديك ريحه الثومه والعشوه. النفيسه عاودي النفيسه بلا رفيسه، ما كاين نفيسه ضروري من الرفيسه، وديك ريحه العشوب. واخا انا ما غتاكلهمش ولدت سي زاغيه مسكينه، ولكن هما غياكلوهم، ولكن حنا غادي حنا غنقوموا بالعمل. انا درت هنايا المسمن ديالي، وانتم هانتم هذا ديال هذه كنت تبارك الله تبارك الله. ودابا غادي نهزو ان شاء الله وغادي نشكرو وغادي نمشيو عندنا ولا مع فاطمه واللي كانت تما مرحبا به ياكل معنا رفيسه. وانتم معنا المشاهد حتى نمشيو ان شاء الله يا ربي. وفاء ما جبتيهاش؟ لا وفاء بيتها مع الوالده ديالها، قالت خصها تبدا معنا وتاكل معنا تمايا بصراحه. بغيتي اللي يعاونكم في القصعه؟ اللي يعاوننا في القصعه بصراحه، باش كتكون ديك الجماعه على الرفيسه وهادي يا سلام. نقول لكم الصراحه بنادم بوحدو ما كتجيش الماكله ديال الرفيسه بوحدو. ايوا انتم معنا تمشيو ان شاء الله للكلينيك. الله غنديروا هذا الشيء في السياره، الشعب الوحيد اللي بور ماش يقدر يمشي معاك حتى الميليتا. ايوا حنا فرحانين اليوم نوال، والله العظيم فرحانين تفكات على خير، وانتم معنا المشاهدين تمشيو ان شاء الله يا ربي. ايوا جينا دابا للمصحه، ومن بعد ما لقينا ناديه سقتنا القصعه جا عمي معاها قد قد. جيتي معاها نيشان. السلام عليكم كي دايرين وليداتي هانين شويه؟ الحمد لله على سلامتنا وهاني جات الله يسلمك على خير وبخير. اللهم لك الحمد وفرحنا لها، والله سيدي ربي يفرحكم كاملين. امين امين امين. ومعنا ام حليمه حتى هي. والسلام عليكم وليداتي كي دايرين لاباس عليكم، ونتمناو ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. واجي وليداتي تاكلوا هذه القصعه ديال العام. والحمد لله اللي تفكتنا واد بنتي، والله العظيم الا كنا مخلوعين عليها، ودابا اللهم لك الحمد وفرحنا ربي بهذه البنيه، والله يزيدها بالرزق ان شاء الله والخير والعقبه لوليداتنا كاملين ان شاء الله. وهذه هي الدنيا اللي تفكتنا واد وكلمات. تحياتي لك اخويا وتحياتي للمتابعين ديال قناه البهجه، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار جينا نطلعوا على اختينا ناوال الحمد لله على سلامتها ملي تفكات بخير وعلى خير. الله يخلي لها بنيتها ان شاء الله، وتربها في عزها ان شاء الله، وتشوفها في اعلى المراتب واعلى القمم ان شاء الله كما كتمنى ان شاء الله. شكرا ناديه، كنت
حترتي المسخن كما كتشوفوا حنا جينا قينا عمي الله يطول عمره وكيما اختي حفصه الله يرضي عليك ونشاركوا معاهم هاد القصعه هذه ان شاء الله يا ربي والله ما ولينا مع بلدي كما قال بوك قالت لي انا كانت تجرب ملي كتهضر بلدي انا دابا داكشي اللي كاين بنتي وكلشي زوينه بنتي داكشي اللي كاين ولا اللي يخطيك عمير اللي يخطيكم حنا امين الحبيبه ديالي الله يرضي عليك الحمد لله بنتي كثرتي المسخنه هذه الحلبه داكشي لا كثرت بزاف شويه لا زوينه واش نكثر الحلبه هي دواء هي بصله تبارك الله تبارك الله داكشي مزيان السلام عليكم خلاص راه قلت السلام وقيله ها انتم كنتم تشوفوا هذه الراه كبيرة عندنا الحمد لله يا رب اللهم لك الحمد ايوا جمعوا العائلة جا عمي وخالتي حليمة وحصة ولادي مسكينة تيعذبت راسها جايبة عاد القصعة برماش ايوا لهلا خطا العائلة الحمد لله يا ربي حنا راه تنجمعوا في السراء والضراء اللهم لك الحمد يا ربي امين يا ربي امين خالتي حليمة ربي يخليك ويخلي صحتك جات زوينة تبارك الله عليها ايوا الحمد لله وتركني لك تحية لهم تبارك الله في المستوى راه والله ما كاين ما نقول هذه المره هذه دار تبارك الله شكرا لهم بزاف شكرا للبنات العنايه ديالهم اللي داروا مع بنتي راه تبارك الله داك الشيء لا يوصف والله صراحه داك الشيء شكرا للدكتور اوتيفا شكرا ليه بزاف بزاف تنشكرو من هذا المنبر تبارك الله عليه خدمتو متقونه في المستوى وشكرا لهم كاملين اخوان والاخوات كما كتشوفوا وصلنا لنهايه ديال الفيديو انا راني بحال باكيه صراحه انا ملي كنضحك انا بزاف بحال كنبكي انا عاوتاني ملي كنضحك بزاف كتجيني الشقه كنبقى المهم اخوتي ناديه كرماتنا بديك القصعه ديال غرماش واخا راه طبيعيه وعاديه ما فيها لا زواق لا والو ولكن كاين المذاق كاين اللذه كاين المذاق كاين اللذه زواق تما والو صراحه سهله طبيعتها وكنا غير حنا وديال عمي صافا وخالتي حليمه وعمي الله يلا نتي المهم القصعه ما بقى فيها والو بقى فيها والو انتم المشاهدين خاويه عرفتي ولا الصوره تبارك الله ولا لا يخطيك انتم انتم المشاهدين بقى فيها والو غير غسليها المهم راه بقى فيها والو خلاص هذاك المرقه اللي بقات تما وداك الشيء لاصق المهم اخوتي تحياتي لكم كنحبكم وكنبغي لكم احلى عيد بجويه وتهنا غادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.